في حلقة تفاعلكم اليوم نسمة أعلى نسبة مشاهدة ليلى أحمد زاهر ونجوم سقف الوالد وأحد أولاده وقصة النجمة روان مهدي. أهلا بكم. أعلى نسبة مشاهدة مسلسل من 15 حلقة، انعرضت حلقته الأخيرة من كم يوم لكنه ما زال ترند وكثار، رغم حتى أنه الشهر لسه ما يعني لسه ما خلص رمضان يعني، ولكن بيجزموا أنه من أفضل أعمال الموسم. ومن أول رمضان كنا نحن محظوظين بظهور نجوم العمل معنا، سواء انتصار أو سلمى أبو ضيف أو إسلام إبراهيم، واليوم معنا النجمة الرابعة واللي دورها عمل حالة كبيرة، نسمة المسلسل ليلى أحمد زاهر. بقول لك يا حسن، اللي بيحب بجد ما بيفكرش كده، انت ما بتفهمش حاجة في الحب. حب ايه؟ صعبتها بير؟ لو ما فوقتيش لنفسك وعائلتي انا بقى اللي هفرجك. انت بجد عايزاني اتجوزك؟ انت شايف ايه؟ بسم الله ما شاء الله على التربية والأخلاق. وادي كلمة مدورينها. واحنا هنروح بعيد ليه؟ ما احنا معانا نجمة السوشيال، البنت اللي بتعرف كويس قوي ازاي تعمل الترند. انت بقى قلة وجزة عليا قوي كده ليه؟ يعني رحتي عملتي لايف من ورايا، ولما انا جيت اطلب منك حاجه زي كده نفضتيلي مش كده؟ ورحتي عملتي صفحه جديده، وليه من ورايا شيماء؟ انا منوره يا حبيبي يا خيالي، قلبي اتشال من مكانه يا حسن. هو انا السبب في حبستك؟ انا المفروض ابقى بدالك يا شيماء على فكره. والله المفروض ابقى بدالك. نسمة في المسلسل دور من اللي عاملين حالة حقيقة، يعني ما بين إشادات ناس منبهرين بأداء ليلى وتطورها وبيشكروا فيها، ومن بين ناس تانية منتقدة وشايفة أنه ليلى يمكن زودتها في أماكن، في بعض يعني أماكن الأداء يعني. ولكن عموما اللي ما حد يقدر ينكره هو نجاح العمل ونجاح ليلى أحمد زاهر فيه. ومن القاهرة تنضم إلينا النجمة ليلى أحمد زاهر. أهلا فيك معانا يا ليلى، منورتنا اليوم. يا سارة وحشتيني قوي 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 والله. عاملة إيه؟ أنت اللي وحشتيني، أنا الحمد لله تمام، وأنت وحشاني مرة. وأصلا يعني ما هو سر أنه أنا يعني منحازة لك وأحبك أصلا بشكل عام يعني كمان، فكنت مبسوطة مرة وأنا بشوف أعلى نسبة مشاهدة، لأنه يعني ضرب ما شاء الله، الأداء ما شاء الله، الكل بيتكلم عنك، كل هذا الكلام كله كان صراحة شيء جميل جدا يعني. فاحكي لنا المشروع ده أصلا كيف جالك؟ والله أنا البروجكت ده بالذات أنا كنت خايفة منه جدا، المسلسل ده كنت خايفة منه جدا جدا، وفي الأول اتحمست له عشان كنت شايفاها تشالنج، يعني كنت شايفة أن الموضوع تشالنج والدور ده دور عمري ما عملته، فكنت حاسة أن أنا عايزة أتحدى نفسي وأعمل حاجة صعبة. بس يعني أنا مش عارفة أستاذة ياسمين شافت فيا إيه أو إزاي تخيلتني في الدور ده، بس هي كانت شايفاني ومصرة عليا في الدور ده. فأنا عايزة أقولك أصلا قبل التصوير بيومين ولا ثلاثة رحت كلمتها في تليفون المنهارة، قلت لها لا أنا خايفة ومش هعرف أعمل الكاركتر دي، مش هعرف أعمل الدور ده، أنا خايفة جدا. أيوه. لأنه كاركتر صعب و و و وهيتكره جامد قوي قوي قوي. صح. انا ما عنديش مشكله ان انا اتكره، لان هو الكره بيبقى لو انت مثلتي الدور كويس واتكرهتي ده نجاح، بس كنت خايفه قوي لان انا بالنسبه لي كليلى مقتنعه ان ما فيش اخت بتعمل في اختها كده، مستحيل. يعني انا واختي قبل كده حصل مره زعلنا من بعض كده وبتاع،
اقصى حاجه عملناها ان احنا كناش بنتكلم. فاهم قصدي؟ بس أيوة. بس ان احنا في اخت تاذي اختها، انا كليلى مش مقتنعه بده. ايوه لحد ما استاذه ياسمين ورتنا مواقف فعلا حصلت وحكت لنا قصص حقيقيه وشفنا بعيننا حاجات، خلتنا نشوف ان لا في ناس بيحصل فعلا معاهم كده، فدي مسج مهمه انها تتقدم. فانا لما لقيت ان دي مسج مهمه انها تتقدم وافقت ان انا اعملها. بس قبلها كنت منهاره، اللي هو بجد كنت خايفه قوي من الدور وحاسه ان انا مش عارفه اعمل نسمه، مش عارفه، كرهاها يعني، ايوه شايفه ان مفيش غل كده. لحد ما قعدت معاها قالت لي انت زي الفل ونسمه وركبت الكاركتر وخلاص، اي فالحمد لله يعني. وهو فعلا يعني لما احنا بنتفرج احنا بنقول انت من فين جايب الغضب ده والغل ده كله يعني. لا انا طيبه انت عارفاني. لا انا عارفاكي، بس انت ملامح وشك يعني حتى بتصير كأنك وحش الحمد لله يعني. زي بابي لما بيجي يتعصب. صح صح يعني، هذه ما حنختلف فيها. احمد زاهر استنى في نعمل افوكاتو، كلنا اعتقد كنا نبغى نمسكه ونتفاهم معاه شخصيا يعني في اللي في سواه. انا قعدت يعني شويه مش بتكلم معاه، انا قعدت شويه زعلانه منه فعلا. انا تو ماتش تو ماتش اللي كان سواه فيها. بس ليلى يمكن على هذه السيره، ايش الاحساس انه يعني انت اختك ملك احمد في البيت كلكم نازلين رمضان وجالسين بتشتغلوا يعني في اعمال يعني في نفس الوقت شغاله يعني بتنافسوا بعض يعني؟ ايوه لا لا دي احلى منافسه دي. لا والله بابي عامل دور خطير في نعمل افوكاتو بجد يعني، تمثيل رهيب. انا ببقى قاعده لحد النهارده متنحه له كده، عماله بتعلم منه وبلقط منه من كتر ما هو بجد. بالنسبه لي بابي بالنسبه لي مدرسه تمثيل يعني، جوكر فاهمه. فبالنسبه لي بقعد متنحه له كده طول الوقت بتفرج عليه، مش صدق ان هو بقول له انت ازاي بتتريحش كده وازاي شكلك بيعمل كده. احنا حاطين الان على الشاشه صوره رده فعله هو في واحده من المشاهد ورده فعلك انت في واحده من المشاهد اللي هي نفس الشيء، وانت نشرتيها حتى وقلتي بنت ابويا يعني. لا انا دي حاجه تخليني ان انا ابقى براود جدا يعني. مم. ان حد يشبهني ببابي دي حاجة كبيرة قوي بالنسبة لي يعني، بيشبهوني بغول تمثيل فشكرا. إيه بس عندي سؤال ليلى، يعني لما تقعدوا في البيت انتوا مثلا تقعدوا يعني في احد فيكم يقول للثاني والله انا مسلسلي عامل احسن من مسلسلك مثلا ولا كذا ولا انا ومنى بنقعد، انا ومنى بتقعد تقول لي على فكرة بقى انا ناجحة اكتر منك يا نسمة. الله منى احب انبه بس انه منى الصغيرة، الاخت الصغيرة، الشيء الصغير جدا يعني اللي عندهم في البيت يعني. اوكي فهي ناجحة اكتر منك. قمر، لا دي قمر وعسل وخطيره وعامله دور حلو قوي في مسلسل امبراطوريه ميم. ايوه خطيره قمر ما شاء الله. صح صح لا انتوا ما شاء الله العيله كلها نازله هذا الموسم. بس بدي ارجع وملك ملك عامله دور خطير في محارب برضو. صح ملك بابي عامل في محارب برضو دور خطير. ما شاء الله كلهم. ايوه لا 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 فعلا يعني رمضان ما شاء الله العيله عندكم سيطرت على الموسم يعني كويس يعني كان. بس ليلى اذا رجعك للمسلسل، قصه اللي هي الملابس، طريقه الكلام، الاشياء هذه كلها يعني هذه من فين جبتيها او تدربتي عليها وايش صار بالضبط؟ بصي بصراحة بالنسبة لللبس، اللبس كان عامل يعني مهم جدا طبعا، لأنه مش هتعرفي تتخيليني بالكاركتر مهما قعدت أتكلم بطريقة معينة، مهما قعدت ركبت الكاركتر قوي بتاع، عمرك ما تعرفي تتخيليني من غير ما اللبس يبقى مقنع بالنسبة لك. فبصراحة أستاذ خالد عزام كان عامل مجهود كبير جدا، وهو بجد من أشطر الناس وراجل محترم وشاطر، وهو عمل لنا لبس يعني انا مش مصدقه ان انا كنت لابسه كده يعني. يوم البروفا لما رحنا قسنا وبتاع قلت لهم يا جماعه هو انا هلبس كده بجد؟ اول مره اعمل كده في حياتي. ايوه وبالنسبه لطريقه الكلام وكده، احنا اظن في ناس علقت شويه انه طريقه الكلام ساعات بتبقى اوفر او بتاع، بس احنا ذاكرنا كويس قوي. انا فتحت تيك توك ده، فرمت تيك توك عشان اعرف ذاكرت ناس معينه. وكمان عايزه اقول لك معلومه، المناطق الشعبية أو الفئات الشعبية دي عبارة عن فئات، في أيوة. اللي بيتكلم كده وفي اللي بيتكلم كده وفي اللي بيتكلم كده، يعني في كل حاجة موجودة. فإحنا قعدنا مع واحدة اسمها مي،
قمر وشاطره جدا وجدعه جدا، قعدنا معاها كنا بنروح لها نفطر ونتغدى معاها ونقعد نتكلم معاها والقط حاجات تبقى مكتباها وبتاع، تقولي لا احنا هنا ما بنقولش كده نقول كده، فاهمه؟ ايوه فلا مي بصراحه عملت مجهود كبير قوي، واستاذه ياسمين يعني ساعدتني قوي في كاركتر النسمه قوي، يعني هي اللي عرفت تخرج مني كل ده ايه بجد، يعني بشكرها قوي. ايه يعني ليلى انت بتشوفي انه الانتقادات اللي بعض الناس قالوا انكم يعني زودتوها في طريقة الكلام يعني مش منصفة؟ يعني انا بصراحه بحترم كل حد بينتقد او بيقول رايه او بتاع، رايه كل الناس تحترم بالنسبه لي، بس انا شايفه ان انا عملت اللي عليا وان انا قعدت فعلا مع الناس دي، انا ما جبتش ده من عندي، انا لا انا كده ولا عمري رحت الاماكن دي وبتاع، فدخلتها ومن اهل الحطابه ناس جميله جدا 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 فوق ما تتخيلي، ومحترمين جدا وجدعان قوي وبتاع، فدخلنا عشنا معاهم حبه يعني عشان نعرف نلقط الكاركتر ونتكلم كده، ايوه فده مش من عندي يعني، ده من ايه. عندهم. طب اسمعي يا نسمة الكاريزما، خلينا نسمع الأغنية اللي عملتيها ونرجع يلا بينا نتكلم. خش يابا يلا. اسمي نسمة لما تشوفني تصحى في الكاريزما بجري اسرع من تسلا، جاي في راوند لا مش هتسلا قبل ما تيجي عايز الف حسبة، اصحى صح 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 للكاريزما جاتش معاك عادي نصيب واسمع نازل بابايرا تيك توك وانستا صحبة المدرسة وانتو تلاميذ احنا من الريس واحد الله من الدراسة يا عم اكتب بالله. ايوه ايوه يا نسمة الكاريزما احكي لي على الفيديو ده، انت صرتوا يعني اصلا انت بتغني؟ انا ما اعرفش مين دي، انا ما اعرفش مين دي، لا ما هو هنا بقى هنا مش ليلى اللي بتغني، هنا نسمة طبعا اللي بتغني، ايه. حتى قصدت في طريقة الغنى تبقى نسمة وستايل كده معين، ايه مش ليلى. ايوه لان ليلى لو هتغني اكيد مش هتغني كده يعني. صح، بس حلوة الأغنية. ثانك يو، شكرا قوي. يعني والله يعني حماسيه، يعني تتشغل في المناسبات يعني والواحد يتحمس عليها، يعني اغنيه لطيفه يعني الصراحه. طب ليلى انا كنت بدي ارجع كمان يعني في كم نقطه تكلمتي عنها يعني حابه اني اتوقف عندهم. اول شيء انت تكلمتي انه ما كنتي مقتنعه من البدايه فكره انه اخت تعمل في اختها كده، وانا عارفه انت واخواتك كيف علاقتكم، وعارفه بابتك ومامتك كيف ربوكم، ويعني حقيقه انتم يعني عيله تجنن يعني ما شاء الله عليكم، يعني الله يخليكم دائما لبعض يعني. ف لما جيتي تعملي هذا الدور فعلا اكيد يعني كان صعب عليكي انه لا هذه حقوده، هذه انسانه حقوده يعني فعلا. انا كنت كرهاها يعني، انا كنت كرهاها وقلت دخلت مره على بابي مامي كده قلت لهم لا مش هعرف وكرهاها مش عارفه احبها. ايوه فقلت لهم لو انا مش مصدقاها الناس مش اللي بتتفرج عليا مش هتصدقني. ايه وانت فلقيت مامي بوست. بتسالني بس كملي ما ايش قالت لك، ايش قالت لك مام؟ لقيت مامي بتسالني، مامي اكتن كوتش وكده وانا دايما بستشيرها لما بيكون عندي مشاكل أيوة. صعبه او كده هي بابي، فلقيت مامي بتقول لي انت ليه كل قالت لي تعرفي ايه عن نسمه، قلت لها حقوده وغلاويه وسوده ومش عارفه ايه، وقعدت واتعصبت قوي كده، فقالت لي انت ليه كل لما بسالك عن نسمه بتقولي لي حاجات نيجاتيف، قلت لها انا شايفاها كده هي نيجاتيف، قالت لي وهي نيجاتيف لوحدها ولا في عوامل خلتها تبقى نيجاتيف وحطيتها في الـ في الـ في السيتويشنز دي وخلتها تتصرف بالشكل ده وخلت وربت عندها الحقد ده. فساعتها قالت لي لازم انا مقتنعه بحاجه، لازم الكاركتر اللي بعملها اكون اوجد لها مبررات، حتى لو هي شريره لازم اوجد لها مبررات واحبها واعرف اسباب المشاكل دي نابعه من ايه عشان اعرف اصدقها واعرف اعملها، بس انا مش حباها مش هعرف اصدقها. ايوه لا بالنسبه لي من وجهه نظري يعني. ايوه لا وانت نشرتي بوست يعني اتكلمتي عن علاقه نسمه بشيماء وتكلمتي عن موضوع الاخوه، وانه يعني الموضوع ده يعني واضح انه مهم جدا بالنسبه لك زي ما ذكرتي، وحتى اختك كمان ملك طلعت دافعت عنك يعني لما اظن سالوها في واحده من البرامج كانت تتكلم عنك برضو قالت لا والكلام ده انه اللي بيقولوه مثلا انه اي انتقادات حاقدين، وحطت بوست كمان يعني على هذا الموضوع يعني، فالله يخليكم لبعض صراحة يعني. يا رب يا رب. لا موضوع الإخوات ده موضوع مهم قوي بالنسبة لي، لأن أنا عندي 3 إخوات يا رب ربنا يحفظهم لي ويخليهم لي، وبشوف إن أنا عمري ما حد هيحبني قد ما إخواتي وأهلي بيحبوني، أيوة. فالأهل عامل مهم قوي، التربية الذكاء
التعليم كل ده حاجات مهمة جدا علشان البني آدم صح. يبقى بني آدم سوي وكويس ويكبر وسط عيلة كويسة. طب فدي دي رسالة مهمة يعني. إيه ليلى، انت واحدة كمان من الأشياء يعني اللي لفتتني وانت بتتكلمي، كمان كنت بتتكلمي على موضوع انه المسلسل ورسالة المسلسل، وانه كان في شيء مهم حابين تقولوه. انت من الناس اللي بيستخدموا تيك توك كثير يعني، حتى واستخدامي وبتعملي مقاطع كثير، ما شفتي انه طب انه المسلسل كأنه بيحاول يشيطن تيك توك مثلا، او ايش الرسالة حسيتي؟ لا لا خالص بالعكس. بس فعلا في حاجات يعني على تيك توك محتاجة رقابة. أوكي. في حاجات بتتعمل مش صح على فكرة. احنا قفلنا المسلسل مش ان مش رسالتنا خالص ان لو في حد عمل كده وفي السجن يخرجوه وبتاع وحرام وكده، لا خالص. اللي غلط معروف ان هو بيتعاقب وكده علشان ما يرجعش يغلط تاني. فاحنا رسالتنا انه بدليل ان احنا قفلناها ان شيماء اتحبست. أيوة. عشان شيماء غلط. مش ما خلالهاش مثلا القاضي يتعاطف معاها ويقول لها يلا خروجي، لا مفيش كده. فانا شايفه ان في حاجات بتبقى مش كويسه، وفي ناس غصب عنها زي نسمه وشيماء على فكره، ما عندهمش ما فيش حد بيهتم بيهم، ما فيش حد بيقول لهم كلام حلو قوي. الام طلعت دايما كانت بتقعد تضايق شيماء وتقول لها انتي وانتي ما، طول الوقت تشوفي الحاجات توريها الحاجات النيجاتيف وتدوس على الحاجات النيجاتيف اللي عندها. صح. بس لو اهلنا، انا شايفه ان لو اهلنا ربونا على ان هم بيحبونا وبيهتموا بينا وبيدونا اهتمام، احنا مش هنروح بره ندور على الاهتمام اللي بره ده. بالعكس. احنا 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 الناس اللي على تيك توك دي، ما هي عشان مش حاسه ان حد مهتم بيها ولا حد بيعبرها ولا اي حاجه، فبتخش تكلم ناس ما تعرفهاش وتعمل حاجات غريبه وبتاع. وانا شايفه انه يعني انا من وجهه نظري انا ضد ده شويه. بعض من الحاجات اللي بتحصل، فشايفه انه لازم يبقى في رقابه على الحاجات دي. أوكي. لازم يبقى في حاجات معينه، لازم يبقى في خطوط حمراء. طيب انت يا عروستنا الجديده طبعا الف مبروك طبعا على الخطوبه. الله يبارك فيك. بس أنا عندي سؤال. الحين أنت في أول سنة 2023 ناشرة بوست تكتبي له صح؟ خلينا نعرض البوست بس بالله. ناشرة بوست تقولي فيها أنه يعني أخويا ومش عارف أنه أنا أخويا متعدد المواهب والكلام ده كله. بعدها بشوية طيب ليلى انخطبت على دي مفاجأة. ليلى انخطبت على متعدد المواهب بس بطل أخوها المرة دي، إيش صار؟ والله العظيم في الأول فعلا هو كان أخويا، يعني أنا طلعت قلت الكلام ده وإحنا أنا وهو حتى وضحنا ده، وفي الأول كان أخويا. يمكن مرة كنا لسه ما فيش حاجة قوي، بس مرة كده أنا تقريبا كنت حاسة ساعتها بحاجة وكتبت له برضو أخويا، فالناس برضو استلمتني. بس بعد كده أدركنا أن إحنا في حاجة، وأدركنا أن أنا لا أنا في حاجة من ناحيتي، ده مش أحساس طبيعي، وهو أدرك ده وبعدين بس قلنا لبعض يعني. طيب وكيف تقبل بابتك موضوع الخطبة؟ أنا أحسه يعني مرة كده يعني بيحاول يعني بروتكتيف أو بيحافظ عليكم بيحميكم كتير يعني. لا هو هشام راجل بصراحه يعني. هشام يمكن لو كان اي حد تاني غير هشام بابي ما كانش هياخد مش هيتقبل الموضوع بالطريقه اللي تقبله بيها. هشام بصراحه مع يعني دايما البنت بتبقى حاسه اللي هو يا لهوي بابي، وانا دايما كان عندي البانيك ده اللي هو لا بابي عمره ما هيجوزني وبتاع. هشام اخد بابي واتكلم معاه وخرجني انا بره الموضوع ده خالص. وبعدين جه قال لي تمام يا عروش. فخلاص بقى. طب بس ليلى دايما يقولوا انه اللي يتزوجوا من نفس المجال يعني صعبه شويه الامور. صعبه من ناحيه ايه؟ انه يعني تعرفي في نفس المجال ضغوطات الكلام ده كله يعني. لا هقول لك على حاجه بقى. هشام very 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 supportive. هو دايما بيشجعني ودايما بيبقى مبسوط بنجاحي. يعني هو دلوقتي مبسوط قوي بنجاحي وفرحان بيا قوي، وطول الوقت بيقعد ينزل لي مشاهد، اي مشهد بيعجبه ينزله لي على انستغرام ويكتب لي ان انا لذيذه قوي وبتاع وحاجات كده. فهشام بجد يعني هو سبورتيف جدا وبيشجعني وبيدعمني في شغلي قوي. ايوه. فما اظنش انها ان احنا في ما بيننا الحته اللي هو يبقى في مشاكل لو احنا الاثنين من نفس الوسط او كده خالص. بالعكس هيز فيري سبورتيف الحمد لله. طب متى الفرح ان شاء الله؟
وهو وشه حلو، انت شايفه هو وشه حلو ازاي؟ ما شاء الله يعني. لا لا شايفين شايفين، وانت اصلا في كل الاحوال يا حبيبتي واضح انك شايفه الوش حلو دايما اصلا، يعني واضح انك في انك في حاله حب وعشقانه والكلام ده كله. فيا حبيبتي متى الفرح ان شاء الله؟ قريب ان شاء الله، لسه ما تحددش يعني، بس قريب ان شاء الله. طيب ان شاء الله، يلا اعزميني ها، ما تنسيني. ايوه طبعا طبعا، اول واحده تكوني معزومه. ما تنسيني، حب الافراح انا. لا أوكي. عمري. طيب حبيبتي شكرا لك على وجودك معانا اليوم، ودائما من نجاح لنجاح يا ليلى صراحه. شكرا تستاهلي الافضل انت. كانت معنا طبعا من القاهره النجمه ليلى احمد زاهر، شكرا يا ليلى. شكرا، كل سنه وانتم طيبين. قصة دور يعني رئيسي بتلعبه روان المهدي في مسلسل بنفس هذا الاسم، مشارك في الموسم الرمضاني وبيشارك معها في بطولته النجم ألكسندر علوم. أول مرة أحس قلبي يدق بس من الخوف حبيت. أنا عمري تعودة على حياة التعب والهم والغم. هتلقى روحك بين جهنم وبين ناري. فينا تلاقوا بالصدفة بالعشوائيات، ومن هناك كبرت القصة. وش معنى آني؟ ما عندك خالة، عمة، قرايب، جوارين؟ أنا ما عندي قرايب ببغداد. ومعنا من الكويت بطلة مسلسل قصة روان مهدي، أهلا فيك معنا يا روان، منورتنا اليوم، كل سنة وانت طيبة. أهلا والله سارة، مبارك عليك الشهر. وأنا مستنسة أني سمعت صوتك هالسنة فقدتك حبيبتي. وأنا على الصدافة. أيه وأنا كمان والله مرة وحشتينا، ومبروك المسلسل. وإحنا استضفنا ألكسندر وتكلمنا حتى عنك وعن عنك وعن المسلسل والكلام هذا كله، فحابين هذه المرة نسمع وجهة نظرك أنت كزاد شخصيتك في المسلسل. وصار قصة يعني هو الموضوع بالنسبة لي يعني كوني عراقية، يعني مر علي دورين عراقيين بس في يعني في السنين البسيطة اشتغلت فيها، فأكيد كان ببالي إن يعني مع بداية ظهور الدراما العراقية إن أكيد أبي أكون يعني جزء من 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 العملية. فكان تحدي وجف وقت صعب وأخذته، يعني حسيت في شيء داخلي قال لي روحي. قصة شخصية يعني أتوقع يعني إن يعني الشخصية اللي تلامس أي إنسان، لأن تلامس الجانب الإنساني اللي فيك، توقظ الحس الإنساني، ترجعك على الأرض، توريك الدنيا من جانب الناشف الحنون الرحيم مثل ما يقولون. فبالنسبة لي كانت بداية حلوة وجميلة، وخاصة دخولي للدراما العراقية اللي هو بلدي، اللي هو طبعا يعني عندي وايد أحلام أسويها مثلا كحتى سينما وتي في شوز. أيوة. بالعراق، فيعني بداية خير قصة بالنسبة لي. أيوة. كيف توصفي علاقتها مع زاد؟ لأنه يعني هل توصفي أنه مثلا ممكن المسلسل نصنفه رومانسي؟ هو ما يعني ما يتصنف رومانسي. هو يعني هو يعني ميكس جانرز شوي تقولين، بس هو يعني البيس الأساس بيس قصة هذيل قصة حب هذيل الشخصيتين، بس بنفس الوقت هو يعني في ميكس جانرز بالثريلر بالإثارة التشويق. أيوة. الـ يعني التراجيديا الكوميديا كلها موجود، الأكشن سو يعني it's a mixed genre يعني، بس البيس هو العلاقة اللي بين هذول الشخصيتين. روان لما بتقولي إنه يعني عندك أحلام كثيرة إنك تعمليها في سواء يعني السينما أو المسلسلات أو إنه يعني الفن العراقي، في نفس الوقت أنت يعني تقدمي كثير أعمال في الكويت يعني تحديدا، هل هذا الشيء حيخليك يعني مثلا تقللي من أعمالك الكويتية، ولا إيش خطتك يعني في هذا الموضوع؟
لا بالعكس، أنا دائما سارة يعني هو حلم إن المنطقة العربية يعني كلها يكون لها هوية فنية يعني واضحة، وجهة للعالم. وإحنا قاعد نشوف أصلا مبادرات كبيرة من يعني تغيرت العملية، صار الجمهور يبي تي في شوز صح، يبي أفلام صح، يبي خلاص تغير يعني الأجيال تغيرت. فأنا من بداية ما يعني اشتغلت في الدراما قلت يمكن أقدر أكون جزء من تغيير، من جزء خلق هذه الهوية الجديدة الاحترافية اللي بها رسائل محلية مثلا تخصنا أو يعني أي شيء يلامس الجمهور شنو ما كان يعني بصدق وبحب يعني، وإن العملية تتطور. فهذا جزء يعني بالنسبة لي العراق موضوعه طبعا خاص وحنين لأن أنا عراقية وبلدي، فهذا جزء مثلا بالنسبة لي خاص يعني مختلف. لكن أنا في أي بلد عربي يعني يهمني إن يعني إن لو يكون عندي فرصة إن أنا أكون جزء من شيء للتقدم أو شيء يعني يلامس الجمهور ويسوي إمباكت الجمهور يقدر يستمتع فيه، راح أكون يعني سعيدة إن أكون جزء منه، لأن أنا شايفة إنه راح يكون لنا هوية في المستقبل يعني فنية سينمائية يعني مختلفة تماماً. وكيف شفتي طيب استقبال الجمهور العراقي للعمل؟ والله قاعدة أشوف يعني حب يعني وفيديوز إدتس وايد حلوة يعني حتى أتأثر فيها يعني لما أشوفها يعني ما شفت إلا الحب وحبهم للقصة ويعني للبساطة اللي موجودة بالقصة، ويعني رغم إنه يعني في وايد أحداث حزينة يعني لكن في بساطة جميلة يعني بخلقها المخرج مراد ترك يعني، وفي عفوية وايد حلوة في المسلسل أنا حسيتها وصلت حق الناس. إيه طب هو المفروض إنه طبعا يعني هو زاد في المسلسل هو بيلعب كورة والكلام هذا كله ويصير يعني عنده مواقف معاك على هذا الموضوع، أنت مهتمة بعالم كرة القدم أصلا روان ولا لا؟ لا ابدا ابدا يعني بس لكن يعني مو انه ابدا ما يهمني يعني من الاشياء اللي تلهمني يعني كره القدم يعني okay. عندي ابوي واخوي وايد انتو فوتبول فوايد يسولفوا لي يعني الهيستوري مال اللاعبين ويعني طرق الكفاح والنجاح والاشياء في يعني الموضوع يلهمني جدا يعني لكن ما افهم فيه يعني اوكي بس انت الان انت كمان يعني يمكن تعددت المنصات كمان والعروض والاشياء دي كلها، واحنا حتى قبل كده شفنا لك يعني مسلسل اللي هو كان الصفقه اللي نجح بشكل كبير على منصه نتفليكس، وكمان كان في حديث وكمان صورته الجزء الثاني، اذا تحكي لنا عن هذه التجربه تحديدا كمان. صفقة الجزء الثاني يعني هم يعني هذه تجربة يعني أتوقع يعني راح تكون يعني هذه ثاني تجربة لي يعني يمكن واحدة من نوعها ما راح تتكرر. لأن أول مرة سارة يعني يلنا مثلاً يلي أنا مثلاً الصفقة يعني فريدة شخصية متكاملة مرسومة من البداية وفيها لها هيستوري يعني مقدم لك يعني بشكل طبيعي، هذا الشيء إحنا ينقصنا. ففي كاركتر متكامل، أول مرة أسوي كاركتر يعني أهم كاركتر بالنسبة لي أنا سويته قدمته فريدة، لأن الناس ساعدتني أعطتني محتوى مهم ومنظم ومدروس. فلما صار الجزء الثاني لما تعيش الشخصية وتصير فيها كاركتر ديفلوبمنت يعني أهم وأقوى حتى من الأول، وتحس بالشخصية قاعدة تتطور وتحس فعلياً ان هذا يعني شيء ثاني من المعايشه، مرحله ثانيه من المعايشه يعني كانت مختلفه تماما يعني صعبه بس كانت جميله. يعني انا اتذكر كنت انام بالراكور ما مرات ما ادري شنو اقوم الاقي نفسي بالميك اب بالشعر. لان اذا نشرح للناس بس ايش يعني الراكور، دايمنشن ثاني من الكاركتر فعليا اول مره احسها. اذا نشرح بس ايش يعني راكور للناس. راكور يعني شعر الشخصية بمكياجها يعني بس بالبجامة أكون لها فاسخة الأزياء. وطبعاً هم كلهم يعني الأزياء يعني من حقبة اللي هي الثمانينات تحديداً يعني وكده
شيء إبداعي صراحة، الاهتمام بالتفاصيل في الملابس والكلام هذا كله. أنا صراحة مو قادرة أنطر لين تشوفون صفقة اثنين. إن شاء الله راح يكون يعني مثل يعني إن شاء الله مثل ما الناس يعني شافوا شيء جديد ومدروس ومتقدم في الصفقة واحد، راح يشوفون بعد أكثر في الصفقة اثنين إن شاء الله يا رب. كيف كانت تجربة العمل مع ألكسندر إذا رجعك لقصة؟ أليكس حبيب قلبي. إحنا أنا وأليكس يعني مثل الأخوان، الأخوان اللي دائما يتعاركون ويتصالحون. We like that. ويسوي مقالب ببعض. يعني وبنفس الوقت أنا يعني إحنا من زمان يعني كنا رايدين نشتغل ويا بعض. فبنفس الوقت we're doing something، ده نسوي شيء إحنا رايدين نسوي وحابين الشغل، وبنفس الوقت ده نستمتع بالمشاهد ونريد نسوي مشاهد حلوة. يعني هذه بداية إن شاء الله، يعني يعني الأشياء كثيرة إن شاء الله بيني وبين أليكس إن شاء الله. طبعاً إحنا بنبارك له، هو صار أبو عليا، بنبارك له هو والفنانة رحمة رياض، يعني جاتهم ما شاء الله أبو عالية مولودة جديدة فصار أبو عالية. طب روان، بس سريعا، دايما في كلام أنك أنت عندك ارتباط فنان كويتي، من عارفة إيش الكلام ده كله، في شيء مخطوبة شيء؟ لا 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 لا، ماكو سارة. ماكو كلام على الفاضي. والله كلش على طول يعني الله يعني اوكي الله يعطيكي اللي انت تبغي تتزوجي تتزوجي، تبي تخطبي تخطبي، يعني اللي نفسك فيه اعملي، تبي تقعدي سنجل اقعدي سنجل، استمتعي. يا حبيبتي يا سارة، بشكرك جدا على وجودك معنا اليوم إن شاء الله. طبعا دائما بالتوفيق لك. كانت معنا بطلة مسلسل قصة روان مهدي. شكرا يا روان. شكرا. وينضم إلينا من الرياض الوالد وابنه شخصيا الفنانين عبد العزيز الممدل وخالد عبد العزيز. أهلا فيكم معانا، منوريننا اليوم. اسمع يا نويسر، اسمع للكلام. مو قدامهم. أقول لك رح نادي أخوانك، بناديهم بس ونادي عيالك، خلهم يجوا يحبون راسي. سم خلك رجال. سم يا طويلان أنت. هذا ترى كله من سارة. سارة شفتي ها؟ ما علي من أنا، هذا عيالي وأتصرف عليهم كما ينبغي وكما أبي أنا. طبعاً الأب والأم. أنا على العكس والله شايفتك مرة طيب، يعني أنت بس شديته شوية، يعني ما كده اديته ضربة، ما طيحته. أنا أبغى ما لقيت عصا والله. لو في أوكي المخرج ولا حق الصوت قال تلعب في الميكروفون والسماعة. طيب يعني خالد الحمد لله، أحمد ربك أنه ما في عصاية، يعني لأنه كان حيكون يعني مشهد عجيب يعني الآن اللي كان رح يصير. بس أهلا فيكم معنا. الحمد لله. وسقف الوالد يعني خليني أقول تجربة، يعني كأنه ستكم كده مختلف، إذا تحكوا لنا عنه. أكيد طبعا. وأنا الكلمة لأنا خلص. إيه اسمع الكلام. مساكم الله بالخير وكل عام أنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. شكرا بنتي العزيزة، وشكرا على اللقاء، وشكرا للمشاهدين والمستمعين. الحقيقة البرنامج أو الحتوتة لولادة كاتب جميل اسمه عبد الله الشعداني، وما قصروا مخرجنا مالك صباح والأستاذ عبد الله العراك، وكان طاقم جميل حلو، بيئة جميلة طبعا أنا أعيشها إلى الآن في بيتي وعيالي، هذول خلف الكاميرا قدامي. أوكي. متقاعد وزوجته متوفية ويحب عياله، وصية زوجته أنهم لا يتعدون البيت. أيوه. ويضربهم. أي ويدبغهم. صحيح. أي أذكر الله ليلة خاصة. لا لازم أصبر ليلة. ما في تربية حديثة، ما في أسلوب تربية حديثة، الأسلوب القديم. اي ما لا اسبوع طاعه الوالدين وسمع الكلام ورفقوا وصلحوا وكل شيء نسنعه ودبره في ذا البيت، يعني ما عندي شغل الا هالعيالي فاضي. ايوه صح. الحين احس اقدر احس. الله يطول عمرك. انا والله انبسطت صراحه في التجربه في سقف الوالد، صراحه من امتع التجارب بالنسبه لي. طبعا استفدنا من استاذنا عبد العزيز مبدل صراحه، مو بكلام عشان في لقاء، صدق استفدنا بعيدا عن الضرب اللي صار. والتجربة استمتعت فيها، واستمتعت مشاركة الجميع، استمتعت في أني تعرفت على
مالك صباح عبد الله عراك اعرفه قبل، مالك صباح استمتعت جدا بالشغل معاه بعد. فكانت تجربه بالنسبه لي ممتعه. وتحس خالد يعني نحن شفنا كثير من المشاهد وانت جالس، يعني زوجتك طبعا في المسلسل بنوجه لها تحيه الفنانه خيريه ابو لبن، تقعد بتصرخ طول الوقت تقول لك ابغى اطلع من البيت، ابغى اطلع من البيت، ابغى بيت لوحدي، من يعرف ايش الكلام ده كله. سوشه سوشه تبي حوش البيت، سوشه سوشه. يا الله لا انت كويس انت يعني، لا انت لا انت يعني يعني الحمد لله انك ما انت حمايه يعني عارف، لانه الوضع صعب جدا، واضح انه فعلا في تحكم. لا لا هي مسيطره عليه، مسيطره على ولدي ومشغلته رغم ان طوله مترين ما شاء الله تبارك الله. هي مسيطره على مسيطره على ولدك في المسلسل وانت حاكم عليهم في المسلسل ما يخرجوا من البيت، مين الفايز؟ لا لأنها مناقر هو يا بنتي، وبنتي مطلقة وحانن عليها، لا وإذا مع زوجته وحالتي حاله شكوى على الله. هذا من احترام المرأة، يبا من احترام المرأة، احترام زوجتي صراحة. طبعا لا لا أنا عجبتني أنها هي في مواقف كثير بتحطك وبتقول لك أنه خلاص كفاية أسمع الكلام، بس أنت لو حطيت نفسك مكان يعني أنه لو هذه الحقيقة يعني خالد من جد تحب أنك تعيش كده في بيت زي كده؟ مستحيل. أنا في التمثيل يلا كملت، مستحيل بالحقيقة. لا طبعا البيت كان كمية إزعاج غير طبيعية صراحة، يعني البيت كان مزعج مزعج بالعكس موسيقى، ولا في وجهة نظر منطقية البيت، يعني ما في أحد أقدر استشيره في البيت يعني صراحة. لا لا ولا في أحد قدر يستشيرني برضو يعني أنا. لا لا هو الوضع صعب وحراج حراج موسيقي جميل. إيه لا يعني وأنت دكتاتور فعلا طالع في المسلسل، يعني لما أنت روح تشيل مفاتيح الأوض يعني تأخذ مفاتيح الأوض. لا والله أنا ضاق صدري وتعبوني وجاني القلب وحالتي حاله ما أخذ المفاتيح، ما أخذ المفاتيح حتى هي حتى سارة قالته إيه أحد يأخذ مفاتيح الغرف. أحب الولد أنصك على نفسه مساكين بغى ينهب حمودي ولد بنيتي حمودي فبغى أعاقبهم. تعاقب نسحب المفاتيح، يعني ما في خصوصية في البيت، ما في شيء أبدا، خلكم أوادم واسمعوا الكلام سم. طب وفعلا فعلا فعلا لا بس يعني التجربة صراحة إيه قل لي أكمل إيه كمل إيه التجربة الصراحة انبسطت فيها مرة وانبسطت من ردود الفعل على سقف الوالد، يعني اللي ما توقعته للأمانة. يعني تعرفين ينقبلي لسه في الشرق الأوسط الحين داخلين بقوة، فانبسطت الصدق من ردود الفعل ومن أكثر الأعمال اللي استمتعت فيها زي ما قلت لك في البداية، واستمتعت بالشغل مع أبو إبراهيم طبعا اللي كنت أتمنى أني أشتغل معه آخر مرة. إيه طبعا آخر مرة عقب الضرب اللي جاني. لا الحقيقة كانت بيئتنا جميلة رائدة. هو الأستاذ عبد الله العراك طبعا هو مخرجي في فيلم سطار مخمس الأسطوري، وكانوا مجهزين كل شيء حتى البيئة، بيئة الرياض في الفلة في الأثاث في الكسورات، البنات الشباب، وبعدين اللي زينا إنه مكست على مستوى المملكة، يعني البنت مزوجة من الحجاز، أختي راحت تربت بالحسا وتأثرت بلهجتها الحسا، أخوي برضو تربى في الشرقية ثم انطلع الكويت وتأثر باللهجة من يوم صغير في جامعة السعودية براتقها جامعة دول الخليج صح. والحكاية هذه على فكرة الحتوتة دي كل يعيشها في بيوت الخليج كلها مو في السعودية. صح صح صح. إلا ويعني وفي تفاصيل صراحة جميلة يعني في المسلسل، يعني في أحيانا من جد خناقات بتصير أو يعني أشياء بتصير بتحس إنه أيوة أنا مرة علي الخناقة دي، أنا عاملة الخناقة دي قبل كده، أنا قايلة هذا الكلام يعني. بس ما فيها دبغ، ما فيها عصا، ما فيها. لا إذا لا بس حلاوتها تبغى بعد حجر روحنا كلنا الآن سوا على العشاء سوا بنفضفض حنا ترى في اللقاء. تبغى نفضفض يعني تباني الآن أحكي لك أنا انضربت من أهلي كمان ولا لا. ونرجع لكم تاني. لا احنا كان عندنا شغل بعد في البيت واشغال كثير طبعا طبعا حسابات صارت صلحنا اكيد. اقول انا وراشد المدهش وعبد الله الشعداني من اللي معنا بعد معنا نجلة لا لا خيريه ابو لبن ايه وفتون الجار الله ونجلة اللي تشرفنا بالشغل معاهم ايه واحمد الشمري مدير انتاج صحيح وليا اسمها ليا ايه أبوي لازم يسمعهم كلهم لازم أبوي جراح هذول كانوا يعني يعملوا خلف الكواليس ما هل نقدر نقول إنه حيكون في جزء ثاني؟
هو خلص الجزء الأول عشان يقول جزء ثاني تونا بعدين يعني على العموم ليالي العيد تبان من عصاريها أي كافو وبيض الله وجهك. أنا عندي عيال ثلاثة بالمسلسل وفيه عيالي الحقيقيين ثلاثة أوكي. وجاني توأم ثلاث توائم ما شاء الله ما باركتي لي ما شاء الله ما لا بس أشرح لي والله ثلاث توائم بس ما يتكلمون ما يتكلمون ما يتكلمون ولا يسمعون طبعا حاسة أنه هذا فخ ولا أيوة. يكتبون ولا يقرون أوكي فخ إيش التوائم لا والحقيقة لكن يغذون الناس يغذون أوكي إيش الثلاث توائم الفخ هذا إيه وريني إياهم لأنه في فخ في الموضوع ها هذا الأول كتابي الكتاتيب أعتبره حسب أولادي أكثر من 35 سنة 18 سنة في الجنادرية وعشر سنين في العادرية وحصل معي مواقف طريفة مع ملوك ورؤساء دول حلو عن التعليم قديما قبل 90 سنة أوكي الولد الثاني الألعاب الشعبية 50 لعبة قبل 50 سنة للبنين والبنات على مستوى المملكة العربية السعودية أوكي الولد الثالث مفردات ومعاني أوكي هذا العيال الثلاثة اللي ما يأكلون ولا يشربون لكنهم يغذون الناس بفكر جميل أبو إبراهيم مرجع والله صراحة اي اسمح لي اهديك اياها هديه بعد قلبي والله وانت اعطيها لساره وانت اعطيها ساره ارضاوى دي بعتبرها ليش انا اللي مطقوق اعطيها ساره ليه انا اللي ضايق صدري انا ما يفهم الحين انت على فكره الاب يعني مهما زعل الاب مهما زعل على العيال وتهاوشوا وياهم يبقى الاب الحنون الحبيب حتى انا احيانا وانا في التمثيل والله يضيق صدري بالليل اقول عسى ما كلفت عليهم وضيقت صدورهم وحيلا صرت في غرفتي على سريري عشان بنكت عليهم أعود إيه. ثم لجي الصبح أقول ظهني ما دبغتهم زين أمس ما دبغتهم زين اليوم إيه بس قل لي يعني أبو إبراهيم أنت كده في الحقيقة كمان مع أولادك التانيين الحقيقيين والله لا لا أنا شفت عيالك مدلعهم مو بصحيح صدق ولا إيه عاملهم كويس غيرة إيش الغيرة بدأت طبعا غيرة طبعا والله تبين الصج والله نفس دوري في عيالي متقاعد ولا عندي شغل وأنا وياهم كل شيء نسنعف في ذا البيت كل شيء ندبره ودود وراقب البيت بالكاميرات ليش ما أشوف سيارة واحدة منهم عند الباب اتصلت عليه وينك تأخرت أخلص علينا تراقب البيت بالكاميرات إيش هذا دخلت قماشة هذا تقريبا لا شوف اللي عند الشارع أحس سيارته ما بعجت ولا في القراش ولا في القراش الاستراحة أقول وينك أنا عند البيت قلت لا تكذب طبعا العيال الحقيقيين قاعد يسمعون الكلام صدق يضحكون هذا ليه مش لا 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 انت واضح انه يعني بس يعني ما ابغى اقول لك شيء بس انه يعني طيب خلاص اوكي انت ابو رائع في الحقيقه وفي المسلسل اعتقد انا كنت حاسه من نعم البيت عيال مؤدبين ومحترمين وام ابراهيم هي اللي قامت بالشغل كله في البيت وللعيال انا والله احيانا سافر وشغل وعمل فهي متولي الله يجزاها خير كل مهمات البيت والعيال وهم والله ونعم الشباب يعني الله يحفظهم طب خليهم يدخلوا وراك نشوفهم شويه بس يعني يسلموا كده يعملوا لنا هاي تعال تعال تفضل يلا تفضل. هذا محمد مستشار في هيئة المسرح والفنون الأدائية وشاعر ايوه اهلا يا محمد اوكي وهذا عبد الله طويل طبعا مثل ناصر طويل هذا عبد الله يدرس الان وش تدرس الامن السبرالي في جامعة الامام وابراهيم متوزي هو المتولي التنسيق والترتيب معكم والأجهزة اوكي مع المخرجين والشباب اللي طب وينه ما يبغى يدخل ابراهيم سبير هو العود هو العود ايه ما يبغى يدخل لا ابراهيم تعال عازم الكاميرات برا الكاميرا الحين قاعد متمسك ماسك الصوت ولا الهندسه وحياوي حياوي شوي ايوه يستحق. اوكي اوكي هو مثل الهرش ده الهيش انا ربع دخلني هوني يا خالد انت بتتعرض لانواع من التنمر مو طبيعيه الظلم لاحظ الظلم يعني العيال الحقيقيين موجودين هنا ايه دور علي انا الحالي ايوه صح بس الحمد لله لانه هو يدبغ اخوه عبد الله هو يدبغ عبودي صغير وانا ادبغه ترى على فكره عبودي الصغير عبودي الصغير اللي بتحكي عنه في المسلسل رجال ما شاء الله يعني معليش هو الكاتب ولا كاتب جميل رائع لا لا هو الكاتب وكل مره اضربه صراحة أنا أضربه من قلب لأن أنت اللي كاتب النص أنا ما قلت شيء أنت اللي كاتب أنت اللي تنضرب تزعل ليه وهو اللي كاتب أني أدبغهم كله هو إياه جميع فيلا أنتم مبسوطين معليش إن شاء الله طهور إن شاء الله وتكفير إن شاء الله
طيب الآن لو قالوا لكم تعملوا جزء تاني، هتحبوا أنكم تعملوا جزء تاني؟ عندكم مزيد من الحكايات أنكم تحكوها؟ طبعا أنا بالنسبة لي أشوف أنها بعد إذنكم إبراهيم، أنا بالنسبة لي طبعا كل عائلة الحكايات ما تخلص، القصص ما تخلص. صحيح. والصراحة إحنا في الدراما افتقدنا للمسلسلات العائلية. يعني آخر مسلسل عائلي ما أدري متى شفناه للأسف، يعني خلاص راحت قصص كثيرة، ما شفنا مسلسل عائلي من زمان. فأنا أشوف إنه والله يستحمل كثير مرة إنه يتسوى مسلسل عائلي ويقعد أكثر من موسم. أيوة، لا هو في قصص كثير صراحة تروى، وفي كثير مواقف حلوة. على العموم أنا بشكركم جدا على وجودكم معانا اليوم، يعني أضفتوا لنا بهجة وسعادة. طبعا عبد العزيز المبدل شكرا لك، وخالد عبد العزيز شكرا لك، وطبعا أبو إبراهيم والأولاد كلهم تحياتي لكم جميعا، شكرا لكم. شكرا، الله يحفظك، شكرا لك. مشاهدينا في أمان الله.